من ثلاث معاهد يقدم التعداد اكثر من 400 ملازم في التوحد، والحكومه اعطت للقطاع هو اللي يتكفل بهذا. سات بيداغوجيه يقودها اساتذه الميدان لمراجعة الأحجام الساعية ومراجعة التخصصات. إذن هذا تنفيذا لليوم الدراسي والجهة الجهوية هو مشروع عبارة عن سلسلة المعروقات الآلية، مشروع موجز من طرف المقربسين مختار صلاح الدين. تسمى باللي عندكم هذه تم إنشاؤها بعد عملية تجميع قطاع التكوين والتعليم المهنيين نموذج بالتنسيق مع مصالح التكوين المهني ودار المقاولاتية وحاضنة الأعمال بجامعة المسيلة ودار المرافقة للقطاع. إن مثل هذه الأيام الدراسية تلعب دورا جدا هام في التلقين الجيد لهؤلاء الشباب من متربصين ومتربصات، وتعمل على تدريبهم بشكل احترافي حول كيفية ولوج عالم المقاولاتية بالفعالية والنجاح المطلوب لديه، وهو أعلن بها ويشجعها، ورايح يكون يعني ملتقى وطني في هذا المجال. إذن فمن هذا المنبر أثمن المجهودات التي تقوم بها دار المرافقة للتكوين المهني وكل من دار المقاولاتية، والتنسيق الموجود بين الجامعة والطاقم الأساتذة والباحثين والخبراء. الرقمنة ورأينا كأين وصلتم في ميدان الرقمنة، حتى نشكركم كثير، رايحين تمدونا تطبيقا اللي تسمح لنا بمتابعة كل مؤسسة، بإمكان السيد الوالي متابعة كل مؤسسة من مكتبه. بارك الله فيكم في هذا ويسعدني أن أتواجد بينكم ومعكم اليوم على هامش زيارة العمل والتفقد إلى ولاية المسيلة، عاصمة الحضرة وعاصمة دولة الحماديين وموقع البطولات والشهامة وأرض المجاهدين والشهداء، للأشراف على افتتاح أشغال اليوم الدراسي تحت عنوان المقاولاتية من الفكر إلى التجسيد. يعتبر موضوع هذا اليوم الدراسي من بين المواضيع التي تحظى بالعناية والبحث في الوقوف في الوقت الراهن، كما أصبح مفهوم المقاولاتية من المفاهيم التي يقطر تداولها حاليا. متمهن عمل المداح عبد الله متكون بتكوين داود صالح بسونيتكس ولايه المسيله، تخصص صيانه صناعيه، عندي عام ونص ملي دخلت التخصص هذا صيانه صناعيه. ماذا بينا احنا الافق المستقبليه باش نلقاو ان شاء الله خدمه، وهذا شان نحوس احنا باذن الله نلقاو خدمه من القدام. متمهن في شركة نسيج الأنسجة الصناعية، نديروا دورة تكوينية عامين ونص في المعهد تاعنا تاع داود صالح، ونتكونوا نتمهنوا. شكون الاختصاص؟ صيانة صناعية مانتونونس اندستريال. الشهادة اللي تحصل عليها؟ الشهادة تقني سامي. تقني سامي. على مستوى المؤسسات النسيج؟ لا والله، غير عندنا الأستاذ عبد اللطيف غربي هايل، نتمهنوا معاه ونهزوا حاجه شغل نتعلموا حاجه مليحه. كمتربص في الوقايه والامن اشاسو، ندرس في المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني القطب بالعجال صالح، مده التكوين عامين ونص، رانا نمروا في ظروف جيده.